انت اشتغلت مع مدربين، الحمد لله هشتغل مع مدربين كتير جدا، فبتاخد كل الخبرات من الحاجات الكويسه من الناس كلها. فلا احنا بنشتغل على حاجتين، ان انا اعمل لعيب كويس يقدر يمثل النادي الاهلي، يقدر يتحمل الضغوط، يقدر، لان تيشيرت النادي الاهلي مش حاجه مش اي حد يستحملها. انت في اوقات بتجيب لعيبه بتبقى مكسره الدنيا في فرقها، لكن تيجي في النادي ما بتقدرش، فانت بتشتغل على ده. عشان كده لو بسيطه اصلا من الحاجات المهمه قوي قوي اللعيب اللي يبقى خارج من قطاع الناشئين النادي الاهلي، اللي بنقول عليه ابن النادي. ليه؟ خلاص اتعود على الضغوط، اتعود على اسم النادي، عارف يعني ايه ان انا امتى اكسب ولازم اكسب وازاي اكسب. فكل الحاجات دي بنقدر بنحاول نشتغل عليها في المرحله دي. الصعوبات ايه بقى؟ يعني انت النهارده انت بتتكلم الاعمار السنيه الصغيره 2018 ده، يعني بتتكلم في ولد عنده 12 سنه 13 سنه تقريبا 12 13 سنه. الصعوبات بقى اللي من وجهه نظرك اللي انت هتشوفها في المسابقه دي او بدات تحط ايدك عليها، يعني الاعمار السنيه الكبيره في الفرق الثانيه. طبعا عايزك تتكلم انت في النقطه دي برضه. طبعا يعني هنبدا بالفرقه بتاعتك انت. عندي صعوبات مراحل النمو دي من اكتر الحاجات الصعبه جدا والخطره جدا في السن ده. مش بياخد اي حمل بدني، لازم حمل معين. الملاعب مهمه قوي اللي بتمرن عليها، لان دي بتاثر كتير جدا في مراحل النمو. احنا كل يوم بتلاقي اصابات، بس اصابات ايه؟ مرحله نمو. النهارده مصاب بكره يبقى كويس. والعكس، تيجي الولد النهارده ممكن يبقى في اعلى مستوى ليه، بكره تلاقيه واحد تاني خالص. كل المتغيرات دي التعامل النفسي ده والتغير ده في اللاعب ده مهم ان المدير الفني يبقى عارف في السن ده. طبعا ما احنا كل ده عارفينه ودارسينه، ويمكن مستر مايكل بيشتغل معانا محاضرات كتير جدا 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 يعني. فاتكم الراجل ده طبعا على الارض الواقع، وانت موجود دلوقتي داخل قطاع واكيد بيحاضركم كل يوم، بيبقى موجود مع الفرقه، السلبيات الايجابيات. طبعا بيشتغل معانا في كل حاجه، يمكن في اوقات بيصور التمرين ويفرجنا على التمرين ونقول الاخطاء. الماتشات الوديه كلها كانت بتتصور. يمكن انا سعيد يعني بجد بحمد ربنا ان انا موجود في القطاع بالاخص السنتين دول. يمكن مع احترامي الكامل لكل السنين اللي فاتت او المراحل اللي مش من بعيد قوي، لكن كان في شويه اخطاء او تقصير او لكن انا بحمد ربنا ان يمكن من وقت وجود الكابتن خالد. ويمكن كان اول اجتماع لينا السنه اللي فاتت، الموسم اللي فات، كان مع كابتن خطيب ولجنه التخطيط في اجتمعوا بكل الاجهزه الفنيه. والكلام كان واضح وصريح ان احنا بتشتغل باسم النادي الاهلي، في بطوله ولازم لعيب كويس، ولازم نغير المفهوم ان لا، ليه ما يبقاش اكتر اللعيبه اللي موجوده في الدرجه الاولى من قطاع الناشئين. فشفنا اهتمام، شفنا اهتمام باللبس، بالادوات، بالنظام. عندنا دلوقتي دكتور تغذيه مسؤول عن القطاع كله. فلا، في حاجات كتير قوي تخليك تساعدك على النجاح.